قالت الأنباء الواردة من سوريا أن معارك عنيفة تدور رحاها بين مقاتلي الجيش الحر وجيش الأسد بالقرب من مطاري دمشق والمزة. الأنباء قالت أيضا إن 10 قذائف أطلقها جنود الأسد على مخيم السينية بريف دمشق خلفت مجزرة ضحيتها العشرات بين نساء وأطفال ورجال أيضا. تشير المعطيات الميدانية بحسب إعلام الثورة إلى أن القصف العنيف بالمدفعية وراجمات الصواريخ تجدد صباحا على حي الحجر الأسود بدمشق وعلى أحيائها الجنوبية، وأفاد عن اشتباكات عنيفة جدا بين جيش النظام والجيش الحر على طريق مطار دمشق الدولي. وفي الريف تتعرض مدن وبلدات معظمية الشام ويلدى ومنطقة حجيرة والجمعيات في سبيني وبلدة دير عصافير بالغوطة الشرقية لقصف مدفعي وصاروخي عنيف جدا منذ الصباح وحتى الساعة. ومن دراية أفاد المجلس العسكري للمدينة بتوجه تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المدينة مؤلفة من دبابات وعربات مصفحة وعربات تقل جنودا وشبيحة من مطار المز العسكري عبر المتحلق الجنوبي، فيما يسود المدينة هدوء نسبي تقطعه بين الحين والآخر انفجارات ضخمة ناتجة عن تفجير المنازل الواقعة في الأحياء القريبة لساتر مطار المز العسكري. ومن القلمون بريف دمشق سجل إعلام الثورة إطلاق صاروخي سكوت صباحا من اللواء 155 باتجاه الشمال السوري. وفي حلب أفاد إعلام الثورة عن اشتباكات عنيفة بين جيش النظام والجيش الحر، تمكن خلالها عناصر الجيش الحر من تحرير معمل الإسمنت من قبضة قوات النظام والسيطرة عليه بالكامل، وتحرير مبنى تابع للمؤسسة العامة للمحروقات سادكوب في منطقة الشيخ سعيد غرب مدينة حلب. كما أفاد عن اشتباكات في قرية القبتين بين الثوار ورتل لقوات الأسد قادم من معامل الدفاع. وفي ريف حمص أفاد إعلام الثورة عن اشتباكات عنيفة عند حاجز المشفى الوطني بمدينة الحولي وسط قصف من الدبابات والمدرعات على المدينة ومحيط المشفى، وعن قصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون على حي الخلدي وبقية أحياء حمص المحاصرة. وفي ريف حماه سجل إعلام الثورة قصفا بالبراميل المتفجرة من الطيران الحربي على بلدات كرناز وكفرنبودة. إعلام الثورة أفاد عن قصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات على أحياء درع البلد واشتباكات في محيط الكتيبة 99 دبابات في بلدة النعيمي، وفي محيط اللواء 38 بصيدا وسط قصف بالمدفعية الثقيلة على المناطق المجاورة للواء 38. رمز المصري، العربية. ولمعرفة المزيد معي عبر سكايب من دمشق